صباح الخير عليكم. اليوم رانا الكاتوس مارس 2018، 14 مارس 2018، انا في بروكلين بيريج. اليوم ساكوانسيت يعني تصادف مع موت ستيفن هوكينغ، العالم عالم الفيزياء منظر. كما راكم تشوفوا قدام لهيه كاين مظاهرة تاع اطفال المدارس بمناسبة وقف العنف ووقف التسليح، وقف تسليح الناس يعني فور جان كنترول. راك تشوف فيها قدام لهيها، فت عليهم لقيتهم رايحين، قلت ندور نصور لهم شوية. هنا التلاميذ يسونغاج افيك لور بروف، يونغاجيو مع لي بروف تاعهم، الاساتذة تاعهم. هادو التلاميذ المدرسة اللي هنايا، الهاي سكول اللي هنايا الوقيلة. راك تشوف هنايا سي هاد المظاهرة من اجل وقف التسليح. Great job guys, great job. أجل وقف التسليح، طبعا تحت حماية الأساتذة وحماية الشرطة وحماية الأمن. تلاميذ في مظاهرة. Excuse me. Morning, sir. Which high school is it? The High School of Telecommunication. Telecommunication here, right? Yes. Thank you, thank you. It's for gun control, right? Yes. Great job, guys, great job. Thank you. Thank you, thank you. I like